فخر وشرف كل حاجه والله العظيم. ليه بيك والله وكفايه علينا اللي احنا بنقوله. بسم الله ما شاء الله شغل على اعلى مستوى. ربنا يصلح عليك يا دكتور. الحمد لله. الله يصلح. احنا معانا الحاج كان حاله انزلاق غضروفي وصل لسقوط قدم ووصل كمان وكان عنده التهاب اعصاب طرفيه نتيجه السكر والحمد لله بفضل الله. قول لهم انت انت كنت جاي ازاي؟ الحمد لله شكرا لك يا رب. والله العظيم انا ما كنت مصدق الحمد يعني انا ما كنتش مصدق والحمد لله واحمد ربنا واشكر فضل واطلع اصلي ركعتين شكر لله. الحمد لله يا حاج. انا عايزه توريهم مشيتك. طبعا هو ما كانش قادر يمشي وكان لا كان الاول كنت ماشي كنت ماشي موطي وكان دخلي موطي وكان مسندينا الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله نشوف مشيته والحمد لله سقوط القدم خلاص مش موجود الحمد لله. الحمد لله. تاني وليهم بقى كده رجلك. وكان عنده سقوط قدم الحمد لله يعني قسنا بالجهاز تحسن ما شاء الله كبير 11 درجه ولا عاد اي حاجه والحمد لله. وجع الغضروف اللي كان عنده راح. عملنا له جلسات وعملنا له شد فقرات بالكمبيوتر وعالجنا التهاب الاعصاب الطرفيه الحمد لله. والحمد لله زي الفل اهو. وهما كانوا عايزين يصوروا معانا فيديو قلت لهم لازم نصور معاكم فيديو ان شاء الله. ان شاء الله انا وعدته طلعني معاه عشان انا وعدته ان انا هطلع معاه. وماله ان شاء الله تحرمش منك بالشفاء يا رب بالشفاء. الف وحمد شكر لك يا رب. ان شاء الله دايما كده في احسن صحه ان شاء الله. واهم حاجه